النهارده هنعمل لكم فيديو جديد عن حركه مختلفه وبسيطه وسهله جدا ممكن اي حد يتعلمها سواء بيجنر او سواء لسه بادئ سكيتنج بقاله فتره حلوه. والحركه دي اسمها نو كومبلاي 180. طبعا زي ما انتم شايفين الحركه دي بسيطه قد ايه وشكلها كويس. الحركه دي سهله جدا واي حد ممكن يتعلمها، بس لازم تكونوا فاهمين الستبس ولازم تكونوا فاهمين الحركه بتتعمل ازاي. وانا النهارده جاي عشان افهمكم الحركه تعملوها ازاي وهقول لكم الستبس كده كل واحده لوحدها، وهتتدربوا على كل خطوه من الخطوات لوحدكم، وبعد كده هنجمع التلات خطوات مع بعض عشان ننزل الفرونت سايد نو كومبلاي 180. اول خطوه بنتعلمها مع بعض هي البوب، انك بتنزل رجلك اللي قدام ناحيه النوز بتنزلها على الارض، والرجل اللي على التيل هي بتخبط التيل في الارض عشان يعمل بوب في الارض. لازم تتدربوا على الحركه دي وتكرروها كذا مره. وانتوا بتعملوا البوب لازم ترجعوا بجسمكم لورا عشان بورد ما يخبطش في رجليكم. فدي اول ستيب لسه احنا بنتدرب ازاي نعمل بوب. تاني ستيب عندنا النهارده هي الروتيشن، واحنا بندخل فيها اول ستيب ان احنا بنعمل البوب بس بنكون بنلف جسمنا مع البورد 180 degrees. يعني انت بتعمل بوب بتلف جسمك بتحرك رجلك ان البوب يلف البورد 180 درجه وانت بتلف ال 180 درجه دي معاه في نفس الوقت. يبقى تعالى نراجع كده الستبس بتاعتنا. اول خطوه احنا اتعلمناها ان احنا نعمل بوب. تاني خطوه بعد البوب هي الروتيشن اللي احنا بندخل فيها البوب، يعني انت بتعمل بقى البوب دي بس بتلف جسمك 180 درجه مع السكيت بورد. احنا لسه لحد دلوقتي ما نزلناش على السكيت بورد، ففاضل خطوه اخيره. الخطوه الثالثه والاخيره هي برضو يعتبر روتيشن بس من غير السكيت بورد المره دي. انا عايز ادربكم على كل خطوه لوحدها بحيث ان انتوا تجمعوا الخطوات في النهايه. الرجل اللي بتبقى ورا هي بتطلع قدام، فمن غير ما تعمل بوب انت بس بتنط او انت بتنطي بس ال 180 degrees دي بجسمكم بحيث ان انتوا تحفظوا الحركه بتاعه جسمكم على السكيت بورد تبقى عامله ازاي. ده بيساعد جدا على فهم التريكس ان انتوا تقسموها لستبس معينه. وبعد كده هنجمع كل الستبس ديت عشان ننزل النو كومبلاي 180. زي ما احنا شايفين في السلو موشن البوب مع الروتيشن مع الجامب اللي بناخدها من الارض لما بننزل رجلينا اللي بتبقى قريبه من النوس على الارض بتاخد نطه عشان تطلعك تاني على السكيت بورد. في النهاية بتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، واتمنى ان هو يكون فيه افادة بالقدر الكافي ان انتوا تفهموا وتستوعبوا الحركة. وده هدفي ان انا افهمكم الحركات، وانتوا الواجب بتاعكم ان انتوا تفضلوا تحاولوا طالما انتوا بتحاولوا عن فهم، فده يضمن لكم ان انتوا تنزلوا الحركات دي بعد رحلة محاولات. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.